الربيع العربي والمخاتلة بين الدين والسياسة هو إصدار جديد للدكتور فريد العليبي، وهو تكملة للكتاب الأول الذي صدر سنة 2011 بعنوان تونس الانتفاضة والثورة. هو إصدار عمل كاتبه على أن يستنبطه من الواقع وعلى أن يحاكي الوضع الذي تعيشه بلدان الربيع العربي. في هذا الكتاب حاولت أن واصل ما بدأته في كتاب سابق صدر في 2011، هذا الكتاب بعنوان تونس الانتفاضة والثورة. ما حاولت أن أبلوره في الكتاب الأخير هو مفهوم المخاتلة، حيث نجد اليوم على المستوى السياسي والديني في تونس مناورة، نجد مراوغة، نجد خطابات سياسية ودينية لا تقول الحقيقة غالبا وإنما تقول عكسها، رغم أنها تدعي أنها تقول للناس ما ينبغي قوله. بمعنى أنني حاولت أن أقدم في الكتاب وجهة نظر بخصوص الربيع العربي، بخصوص المخاتلة في الدين والسياسة، لكي أخلص في الأخير إلى بهذه المسألة، لكي أخلص إلى فكرة مؤداها أنه نحن في حاجة إلى تمثل هذا الحدث التاريخي الذي لا يزال أو لا تزال أحداثه تعتمل إلى حد هذه اللحظة، لكي نصل بها إلى مستوى التفكير الفلسفي، إلى مستوى التمثل الفلسفي. مفكر وكاتب تونسي يؤرقه انسداد الوضع في تونس بعد أن عجزت الانتفاضة على تحقيق أهدافها. الوضع في تونس اليوم هو وضع أزمة على مختلف الأصعدة، هناك انسداد بفعل أن الشعب طالب بجملة من المطالب، رفع جملة من الشعارات، ولكن الذي حصل هو أنه لم يحقق هذه الشعارات إلى حدود هذه اللحظة، لذلك هناك مأزق، فالشعب لم يحقق تلك المطالب، والسلطات القائمة تقول إنها جاءت لكي تحقق تلك المطالب، ولكن بعد تقريبا 3 سنوات من انتفاضته اليوم نتبين أن ذلك لم يحصل، ومن هنا نشأت أزمة، والأزمة مستحكمة ومستفعلة في حقيقة الأمر. لا الشعب تمكن من إزاحة هؤلاء الحكام من طريقه، ولا هؤلاء الحكام أيضا تمكنوا من أنهم يسيطروا عليه سيطرة كاملة، لذلك نجد من ناحية الشعب وهو ينتفض يواصل انتفاضته بهذه الصورة أو تلك، ونجد من جهة ثانية الحكام أو السلطة القائمة التي تحاول أن تفرض وجودها باعتبارها جاءت من خلال صناديق الاقتراع، ولكن الشعب يقول في هذه الأثناء كلمته أن تلك شرعية مفقودة، أن تلك شرعية لا قيمة لها الآن، أن ما ينبغي التركيز عليه في هذه اللحظة أو تلك إنما هو تلك المطالب التي عبرت عنها شعارات انتفاضة 17 ديسمبر. فريد العليبي دكتور في الفلسفة بالجامعة أثرى المشهد الفكري بإصدار جديد ينضاف للمكتبة التونسية.